سبور إكسبرس. صباح نور، مرحبا بكم. نبداو بعلين الإدارة الوطنية للتحكيم في بلاغ البارح حضرته على الصفحة الرسمية متاحة، تقول أنه كل حكم أو كل حكم مساعد زادة يمشي يزفر مقابلة ودية بين زوز فرق من غير ما يعلم المسؤولين، وهنا يتسلم مبالغ مباشرة. يعني إذا كان تخلصوا الجمعية اللي عاملة الماتش ولا زوز جمعيات اللي منظمين الماتش ديركتوم وياخو من عنده بالفلوس، يقع شطبه من قائمة الحكام نهائيا. هنا كل فريق حسب إدارة التحكيم يحب ينظم مقابلة ودية ديركتوم ويبعث مراسلة للإدارة الوطنية للتحكيم قبل 7 أيام من موعد إجراء المقابلة هذه، باش يتم تعيين الحكم والحكام المساعدين لإدارة الماتش هذا، مع منع الأندية من الاتصال مباشرة بالحكام والحكام المساعدين لإدارة المقابلات الودية. باهي الخطوة، خاطر ديجا إذا كان الكونتاكت ديركت يكون موجود والاتصال المباشر بين الحكام والفرق في مقابلات ودية، هذه نجم يأثر نهار آخر على مقابلات رسمية بشكل أو بآخر. هنا زاد كيف اللجنة الوطنية والإدارة الوطنية للتحكيم أعطت التعريف نتاع الحكام نتاعها في المقابلات الودية. إذا كان فما زوز فرق من رابطة المحترفة الأولى باش يلعبوا مقابلة ودية، فإنه طاقم التحكيم يتكلف بكله 800 دينار. إذا كان فما مقابلات للأندية الرابطة المحترفة الثانية، فإنه طاقم التحكيم بكله يتكلف 600 دينار. وإذا كان حاجتكم بمقابلات دولية ودية، فإنه المبلغ الكلي لطاقم التحكيم المبلغ الجملي 1450 دينار. نحكي على مقابلات وديات لعبت البارح، بما أنه مازلنا في الوديات، بما أنه الإتوال مع اتحاد قصيبة المديوني ربح 3-2 نادي قوافل قفصة مع جمعية ليلة 3-3 للقوافل الرياضية بقفصة، و5-1 للساساس قدام مستقبل ودي الليل. حكينا على وادي الليل اللي عنده مقابلة ودية أخرى، بما أنه نادي الإفريقي برمج ماتش ميكال إن شاء الله مع مستقبل وادي الليل مع نفس الفريق هذا نهار لحد بداية من الساعتين في ملعب زويتن. بالنسبة لمقابلة الترجي واتحاد المنستير الودية اللي كانت مبرمجة الويكاند هذا في العاصمة، ممكن برشا ما تتلعبش لعدم توفر ملعب يحتضن المقابلة هذه. علاش نقولوا الكلام هذا؟ بما أنه نعرف فما مقابلات في ملعب زويتن، لأنه زاد مقابلات ملعب زويتن ريسكية على الملعبية حسب ما سمعنا ورينا في مقابلة الأولمبي البيجي والنادي البنزرتي. ملعب زويتن كل شيء في باهي، الفيستير باهين، المدارج نظيفة، كل شيء باهي، لكن أرضية الميدان لا تصلح لرياضة كرة القدم. فما برشا كلام في الموضوع هذا نرجعوا له باكثر تفاصيل. لكن اداره الترجي واحنا نحكي على مقابله المستير اقترحت ملعب الحديقه ب على اداره اتحاد المنستير اللي رفضت الفكره حتى التو، بالتالي الماتش ممكن برشا ما يتلعبش. نذكر فما مفاهمه بين زوز اطراف كانت على زوز مقابلات وديه، واحده في المستير تلعبت الاسبوع الاخير وفات 1-1 للترجي، وواحده كانت مبرمجه للويكاند هذا وكما قلنا في طريقها نحو الالغاء. المدرب عماد بن يونس اشرف البارح على اول حصه تدريبيه ليه على راس اكابر الاولمبي البيجي. السابي امير الجزيري نائب الرئيس من نادي البنزرتي في الهيئه الحاليه انسحب من منصبه، واكد انه اسباب الانسحاب هي اسباب مهنيه وشخصيه بالاساس، هذا بالطبيعه حسب تفسير امير الجزيري. نحكي زاد على مدرب تونسي آخر بعد ما حكينا قبيل على عماد بن يونس، نحكي على فوزي البنزرتي اللي أعلن استقالته وانسحابه من نادي الوداد البيضاوي المغربي بعد هزيمة البارح في الجولة 18 من البطولة المغربية مع السوالم، فريق مركز 14 موجود في البطولة المغربية يلعب عطيح، ربح البارح الوداد 3-1، احتجاجات كبيرة على ملاعبية الوداد البيضاوي والإطار الفني زاد كيف هذاك، علاش فوزي البنزرتي أعلن الانسحاب من الوداد البيضاوي بعد 9 مقابلات فقط في البطولة المغربية. نحكي على الكرة في أوروبا، البارح الدور الثمن النهائي ذهاب مقابلة أخرى من شامبيونز ليج أوروبا الدفعة الثانية من دور الثمن النهائي ذهاب، البارح لاتسيو ربح في إيطاليا قدام بايرن 1-0 بونتو إيموبيلي في الدقيقة 69 بضربة جزاء. نحكي زاد على مقابلة بي إس جي وريال سوسيداد، باريس ربحت البارح 2-0 في باريس مقابلة مركز فيها كيليان مبابي في الدقيقة 58 وبونتو باركولا في الدقيقة 71 2-2 كما قلنا للبي إس جي قدام ريال سوسيداد مقابلة الذهاب في انتظار مقابلة الإياب. اليوم أوروبا ليج زاد فما كونفرنس ليج، أهم المقابلات في البلاي أوف أوروبا ليج مع 7-4 فينورد مع روما، شختار مع الوام، ورين مع ميلانو. بالنسبة للبلاي أوف الكونفرنس ليج دور المؤتمر الأوروبي نحكيه على زوز مقابلات يهمونا بما أنه فيهم زوز توينسا، فرانكفورت مع سان جيلواز بداية من 7-4 بالتوقيت التونسي الياس الصخيري مع فرانكفورت، وبالرمضان مع فرانس باروش مع أولمبياكوس اليوناني مقابلة تلعب في اليونان بداية من 7-4 متاع العشية.